يبقى انا بقول بالنسبه عندي لما كان جاب لي البي اتش مثلا قال لي بي اتش ايكوال 3 او قال ان اللون ريد، ايه الكونكلوجن اللي عايز نكتبها في الوقت ده؟ لازم ما اكتبش اسيد بس، هكتب سترونج اسيد. يبقى انا كتبت سترونج اسيد عشان حدد لي ريد او 3، وبنفس الطريقه بقى كاتب 7 كاتب 9 كاتب لون ايا كان، احدد بقى سترونج اسيد سترونج بيز او نيوترال، ده لازم احددها. طيب بعد كده بالنسبه للابيرنس، فساعات يجي يجيب لي الابيرنس ويقول لي لونه وايت، وايت سوليد او وايت كريستلز. فلما يقول وايت سوليدز او وايت كريستلز، اي حاجه لونها وايت يبقى دي معناها ان ده يعتبر عندي موجود نون ترانزيشن. طيب قال لي اي لون اي كلر موجود حتى لو كان بلاك، ايه الكونكلوجن اللي انا استخدمتها؟ يعني كلر هنا وكان كريستلز اللي كان بيتكلم عليها دي كلر كريستلز، في الوقت ده اقول ترانزيشن، يبقى ده ترانزيشن اليمنت وفي نفس الوقت كاتاليست. يبقى انا هستنتج ان ده ترانزيشن منين لما قال لي انه كلر كريستل، واي ترانزيشن بيقول عليه كاتاليست. وحاجات تانية ممكن بستفيد منها انه كاتاليست لما يقول لي ان هو لما اضافه لقى رياكشن بقى فاستر، او كان مثلا حاجه بتطلع بابلز او فيزنج بقت اسرع، او بيقيس الوزن بتاعه at the end of the reaction لقى وزنه ما اتغيرش، كل ده يعتبر كاتاليست، واي كاتاليست ترانزيشن. ده بالنسبه برضو عندي للابيرنس الموجوده اللي عندي ايه. طيب تعالوا بعد كده نروح لجزء تاني بقى بالنسبه للجرافس واشكالها والحاجات اللي تاثر فيها. بالنسبه عندنا للجرافس، لو انا برسم فوليوم وتايم او لوز اوف ماس وتايم، يعني ينفع فوليوم وتايم او لوز اوف ماس وتايم، لان لو ماس وتايم بس هيبقى كده انفرسلي. هو ايه الفرق ان انا اقول لوز اوف ماس والفرق ان انا اقول ماس؟ لا فرق كبير بين الاثنين. لوز اوف ماس عمال الماس بيتغير قد ايه، بيقل قد ايه، بيقل 1 2 3 وبيكتبه عادي دايركتلي، لكن الماس نفسه كله كان مثلا 150 بقى 145 بقى 140 بقى 130 بيقل. طيب المفروض ان انا لما برسم جراف في اوقات بلاحظ ان في حاجات تبقى تنتهي بسيم اندنج وتبقى اسرع او ابطا، في اوقات ثانيه بنلاقي حاجات بتختلف في الفوليوم نفسه. علشان ابدا افرق ما بين نمبر 1 و 2 و 3 اللي انا راسمهم دول، مثلا اعتبر ده نمبر 1 وهنعتبر ده 2 وده 3، عاوز افرق بين 1 و 2 و 3 الاحظ ايه؟ ان نمبر 2 عنده faster rate، بس سيم اندنج. طب معنى انه كان faster rate و سيم اندنج مع 1 يعني ان ده كان مستخدم فيه حاجه من شويه حاجات، يا اما انه عمل higher temperature، يا اما عامل add catalyst، يا اما larger surface area، يا اما عنده higher concentration. والconcentration بالتحديد دينا معاها واقفه بالتحديد، لان فيها حاجات special cases هنتكلم على concentration بالتفصيل لوحدها. يبقى ده كان faster than ده، faster than في الريت لكن الاماونت هي هي، فكان مثلا زود temperature او عامل adding catalyst او larger surface area او higher concentration. طب علشان يتغير الاماونت دي حاله من اثنين، يعني عشان يطلع زي 3 كده، يغير الاماونت نفسها. يعني نفترض مثلا انا جيت في 1 ده استخدمت magnesium strip، وفي نمبر 2 قمت بستخدم عندي هنا magnesium powder بقى faster، وجيت في 3 قمت بستخدم بوتاسيوم. يبقى امتى كان هيبقى اعلى؟ لما تكون ماتيريال اعلى في الرياكتيفيتي سيريز، يبقى البوتاسيوم هنا كان مور اكتف عن المغنيسيوم ان رياكتيفيتي سيريز. ماشي يبقى اعلى منه، تمام. طب في حل تاني او كان ممكن حاجه تانيه برضو تؤدي نفس الطريقه؟ اه لو كان مستخدم من هنا في 1 مغنيسيوم
بس بيستخدم مثلا منه 10 جرام strap وهنا استخدم 10 جرام باودر وهم جاي هنا مستخدم 15 جرام مغنيسيوم. في الحالة دي برضو كان هيطلع برضو كده. يبقى عشان يطلع اعلى من الموجود وما ينتهيش في سيم اندنج يا اما الماتيريال نفسها اختلفت وكانت اعلى منه في الاكتيفيتي سيريز يا اما استخدم منه هو اماونت اكتر واماونت من السوليد مش من السولفنت. عشان كده قلت هنقف على الكونسنتريشن نتكلم فيها. بالنسبه للسوليد دلوقتي انا بتكلم على السوليد لما زودت الاماونت بتاعته زاد. طيب بالنسبه بقى للكونسنتريشن ايه بقى انت تقصد بيها ايه؟ لا الكونسنتريشن لها حاجه خاصه بقى لازم نفهمها كويس. في الكونسنتريشن مثلا ده كان عند 40 قصاد 40 كده دلوقتي والتاني هنا قصاد 80 فكان نفترض بيستخدم زنك مع هيدروكلوريك اسيد. في الحاله الاولى اللي هنا دي كيس نمبر 1 ودي كيس نمبر 2. في الحاله الاولى دي لما كان مستخدم 10 جرام اوف زنك لما خلاهم 20 جرام اوف زنك طلع دبل الاماونت. طب ماشي. طب تفرق بقى لو انا كنت غيرت ال HCl انه concentrated ولا diluted؟ الوقت لما اتكلمت بالسوليد يبقى دبل خلى الرياكشن نفسه على بعضه دبل بالفوليوم اللي هيطلع. طب تعالى بقى كده نغير بال HCl. ماشي. لو انا جيت رسمت واحد كده وجينا رسمنا واحد تاني اهو قلنا مثلا هنا ده نمبر 1 وده نمبر 2. ايه الفرق؟ هيقول لي ده هو 2 ده هو more concentrated in HCl. لما كان مستخدم HCl مثلا كان 0.1 مولر والتاني 0.2. الكونسنتريشن بتاع HCl هو اللي زاد. يزود ايه؟ يزود ريت. طب يزود amount؟ لا ما يزودش amount. يعني في فرق كبير قوي بين الاثنين دول. ان انا هنا لما زودت السولت انا غيرت في الرياكشن الفوليوم اللي هيطلع قد ايه؟ ليه؟ مش ده هنا هيخرج زد ان سي ال 2 بلس اتش 2؟ الاماونت اللي انا بحسبها دي بتاعت الاتش 2. فلما حطيت 10 جرام طلع 40، طب لما خليتهم 20 طلع 80 الاماونت بتاعت الاتش 2. لكن في حاله لما انا استخدمت اتش سي ال كونسنتريتد وديليوتد خلى الريت اوف رياكشن اسرع او ابطا. لان الاماونت هنا ما اتغيرتش، ال 10 جرام هيطلعوا 40. يعني مثلا لو جيت على ده هو الاولاني ده اهو عاوز اخليه كونسنتريتد ديليوتد اتش سي ال، هاجي ارسم واحد تاني كده ويتقابل معاه ده الليس كونسنتريتد وده المور كونسنتريتد في الاتش سي ال. لكن لما اغير بقى الاماونت بتاعت الزد ان هي اللي اتغيرت. طيب الكونسنتريشن بيغير في حاجه تانيه؟ قال لي في الرياكشن الاندوثيرميك والاكزوثيرميك. ازاي؟ لو انا كنت مستخدم رياكشن وعايز اشوف اندو ولا اكزو فبنلاحظ ان الاكزوثيرميك ده اكزوثيرميك. ده ليه؟ temperature rises. طب وده اندوثيرميك. ليه؟ عشان هنا temperature falls down. طب لو عملت كده ده الرياكشن ايه؟ اكزوثيرميك برضه. طب ده ازاي ده طلع ونزل؟ ما هو طلع لحد هنا والرياكشن خلص هنا. يعني عند البوينت دي رياكشن فينيشد. امال ده ايه؟ هيت لوس سراوندينج. طب والتمبريتشر هنا هتبقى كام؟ روم تمبريتشر. تاني في الاندوثيرميك والاكزوثيرميك معنى كلمه اكزوثيرميك يعني هيت از جيفن اوت فالتمبريتشر رايزز. وفي الاندوثيرميك هيت از تيكن فيبقى بلاحظ التمبريتشر فولز داون. طب في الثالثه اللي هنا طالع لفوق ونزل لتحت. طلع لفوق يبقى كده اكزوثيرميك وخلص هنا. قصاد النقطه دي والنقطه دي. طب وينزل تحت هيفضل ينزل لحد الروم تمبريتشر ويقف. طب يقول لي الرياكشن خلص هنا، اقول له هنا، ما اقولش هنا.
يعني دي الاندنج بوينت. طب يسالني بقى بعد كده طب التمبريتشر اللي وصل ليها في الاخر بعد ما خلص الرياكشن كام؟ اقول له روم تمبريتشر، وبتكون عند زيرو لما بدا الرياكشن عند زيرو، مكتوبه بقى 22 23 حسب الحاجه اللي هو كان كاتبها. ليه؟ السبب الريزن، اقول له رياكشن فينيشد اند هيت لوست تو سراوندينج. وبمناسبه طبعا في التمبريتشرز من السيفتي بروكوشنز اللي كنا بنستخدمها او عشان نعمل امبروفمنت للاكسبيرمنت نفسها، ايه المشاكل اللي بتقابلني وايه الامبروفمنت بتاعها؟ انه لو كان مثلا بيقيس فوليوم فكان مستخدم ميجرنج سلندر، فنقول يوز بيبيت اور بيرات مور اكوريت، او كان عامل اكسبيرمنت وانس فنقول له اعمل ريبيت سيفرال تايم وتيك الافريج، او نفترض انه كان بيقيس حاجه فيها تمبريتشر فلازم يكون مستخدم بوليستيلين كاب انستد اوف جلاس بيكر تو مينيمايز هيت لوست، لان البوليستيلين كاب بيبقى ايزوليتد سيستم. فلو كان مستخدم هو بيقيس تمبريتشر في بيكر عادي واكسبوز تو اير هيحصل لوزنج للتمبريتشر، فبنستخدم بوليستيلين كاب تو مينيمايز هيت لوست. فهنا التمبريتشر بتوصل في الوقت ده للروم تمبريتشر. طيب ايه بقى اللي انا عاوز اقوله في الكونسنتريشن في الجزء ده؟ ان انا لو زودت السوليد للدبل ولو زودت السولفنت للدبل ازاي؟ نفترض مثلا ان انا لما كنت بضيف Zn مع 2HCl انا مطلع لي هنا ZnCl2H2. نفترض ان الرياكشن ده عندنا اكزيثيرميك، فاول ما ضفنا التمبريتشر مثلا كانت في الاول 20 وبعدين بعد كده بقت 30، الفرق في الديفرنس ان تمبريتشر كده 10. تمام. طيب في حاله بقى ان انا اكون استخدمت في الوقت ده، ده كان 0.2 مولر، قال طب لو استخدمت مكانه 0.1 مولر HCl ايه اللي يحصل؟ التمبريتشر اللي عملت رايز في الديفرنس 10 هتبقى ديفرنس 5 بس. يبقى لو زود السولفنت للدبل، السولفنت اللي بيدوب فيه بقى الرياكشن دايليوتد بمعنى اصح، او خد دبل الاماونت بتاعت الووتر او ال HCl، كان مثلا مستخدم 20 استخدم 40، استخدم دبل الاماونت بتاعت السولفنت، يعني معناها ان خلى في الوقت ده الكونسنتريشن بتاع الرياكشن النص. يعني يا شباب انا عايزكم تفرقوا قوي ما بين السوليد والليكويد، يعني مثلا عندي كوبايه ميه فيها معلقه سكر، خليتهم معلقتين سكر في كوبايه الميه كده الرياكشن مركز الضعف، لكن خليتهم كوبايتين ميه في معلقه سكر واحده بقى الرياكشن نص. فلما يضيف الاماونت بتاعت السولفنت يزودها يعني بيقلل الكونسنتريشن، لكن لو زود السوليت يبقى بيزود كونسنتريشن. فهو لو زود سولفنت في الوقت ده التمبريتشر ديكريس تو هاف، فلو كانت مثلا بتزيد 10 هتزيد 5، بتقل 10 هتقل 5، ده لما يكون زود السولفنت. فعشان كده تتكلم الحته دي، انا كده كده ان شاء الله هيخلي كل النهارده شرح، وبكره ان شاء الله هنحل وهتعرض لكل الاسئله اللي بتكلم فيها ان شاء الله، بحيث ان احنا اطبق على كل اللي بشرحه النهارده في حصه بكره ان شاء الله. بس خلينا النهارده كله نشرح نولج وبكره نطبق على كل الاسئله دي. طيب ايه تاني عندنا؟ لما باجي للرياكشن وعايز اعمل واحد فاستر، فساعات مثلا يكون جاي عامل واحد كده فاحنا نيجي نعمل كده. طب هما هيتقابلوا؟ لا مش هيتقابلوا. امال امتى يتقابلوا؟ لما يكون الرياكشن اصلا خلص. الرياكشن خلص ازاي؟ يعني مثلا كان 1 مع 10، 2 مع 20، 3 مع 30، 4 مع 40، 5 مع 40، 6 مع 40. اجي اقول لك الرياكشن خلص فين؟ عند ال 4. فتيجي ترسم واحد زي ده اهو. طب عاوز واحد فاستر عنه. حاضر اهو. بيتقابلوا مع بعض. لكن نفترض انت بترسم واحد تاني كان جايب 1 مع 10، 2 مع 20، 3 مع 30، 4 مع 40 وبس وماشي على كده اهو. عايز فاستر اهو. ما يتقابلش ان الرياكشن اصلا كده كده ما انتهاش. طيب حاجة تانية، لو انا بقول ان الرياكشن عايز ارسم اي الجراف، فالجراف اللي عندي بيحدده بيكون حاجة من ثلاثة، يا يقول لي ستريت لاين يا سموث لاين يا بار شارت. ايه الفرق؟ في الستريت لاين ده بالمسطرة، وعشان اطلع الريزلت بتاعتي مظبوطة ابدا احط نقطة صغيرة كده وحواليها سيركل كبير وامر من النقطة دي بس، لان ما اعملش كده واعتبر كل ده تبعي هتطلع حاجات inaccurate معاك. عايز تطلع معاك صح بالظبط اعمل بنقطه صغيره حولها سيركل وبعدين اهو.
قال لي ارسم ستريت لاين، اهو جاي رسم ده ستريت لاين بس بالمسطره طبعا اهو. طيب فين الانكوريت بوينت اهي؟ طيب المفروض كانت تبقى فين؟ كانت تبقى قصاد كذا، واكتب له قصاد كام، وحته شو ان ذا جريد بمارك، واللي اكتب له الريزلت نفسه بمارك ازاي؟ يعني شو ان ذا جريد عاوز يعرف الحاجه النقطه نفسها فين، فانت لازم تعمل كده وترسم على الجراف نفسه عشان تحدد له ده بمارك نفسه ان انا شو ان ذا جريد. طيب لكن انا ما ينفعش افضل ماشي بالمسطره على نقطه واسيب بقيه الكيرف، يعني ما ينفعش كنت امشي كده واروح للنقطه دي واسيب الباقيين، ما فيش الكلام ده، بمشي مع الماجورتي. واهم حاجه اظبط عليها الستارتنج والاندنج، يعني اظبط المسطره اوسع الاول نقطه فين واخر نقطه فين واحاول اظبطهم مع بعض. في ساعات ممكن نقطه تيجي مايله يمين شويه مايله شمال شويه، مش مشكله عادي. والانكوريت هيسالني الانكوريت دي فين وكانت المفروض تبقى كام وايه السبب الريزن بتاعها. طبعا الريزن اللي بيطلع حاجه انكوريت انه كان واخد انكوريت ميجر اللي كان واخده، سواء كان بيقيس ماس كان بيقيس فوليوم، يعني ده انكوريت ريدنج في الحاجه اللي هو واخدها نفسها. طيب لو كان بيرسم بقى سموث لاين، ده كان الستريت السموث لاين، مثلا كان حاجه زي كده، اجي ارسم انا ما ينفعش ابدا اقوم نازل كده وطالع كده، غلط غلط غير مقبول بالمره. طب الحل ايه؟ الحل ان انت تمشي مع الماجورتي اهو 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 الحاجه اللي عندي اهي، واجي كده اعلم على النقطه الانكوريت اهي. طيب كانت المفروض تبقى فين النقطه دي؟ اطلع بقى كده لفوق اهي واشوف النقطه دي كانت المفروض تتقابل عندي كده. طيب بار شارت اللي هو ازاي؟ اللي هو زي نظام التعداد السكاني، اللي انا هعمل كده وابدا احسب. ساعات بيجيب لي واحده من النص كده واعمل بار شارت لفوق لو بالبوزيتيف، وانزل لتحت لو بالنيجاتيف، اطلع لفوق للبوزيتيف. وده امتى يطلع معايا بوزيتيف ونيجاتيف؟ ما هو انت عندك مثلا طلع 12 و15، انت بتاخد فاينل من انيشال، خلاص كده طلع 3. طب نفترض ان كان اصلا عندك هنا 15 وهنا 12، ده كده نيجاتيف 3. فبمعنى اصح في الديفرنس في التمبريتشر بيطلع بالبوزيتيف والنيجاتيف، في الاند والاكزو هي الوحيده اللي فيها بوزيتيف ونيجاتيف. لما يكون جايب حاجه انرجيتكس وبتكلم على اند ثيرميك او اكزوثيرميك رياكشن، اه ممكن الاقي الديفرنس بوزيتيف او نيجاتيف، اه عادي لان ده اندو او اكزو. طيب برضو واحنا بنحل السؤال زي ده نخلي بالنا من حاجه مهمه قوي، الريدنج نفسها. الريدنج ازاي؟ يعني مثلا هو جايب هنا 12 وجايب هنا 13 وبيسال هنا عندي على دي على النقطه دي، او في مره ثانيه لقيته جايب كده وكاتب هنا 13 وهنا 12 وبيسال على النقطه الاولى دي. ففي الوقت ده نخلي بالنا قوي 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 ان انا ابص فوق وتحت، يعني انا 12 انا ماشي من تحت لفوق بقت 12.1، طب هنا ده ماشي من فوق لتحت ده 12.9. فتكير جدا ان انا ابص على الحاجه الموجوده اللي محطوطه عندي دي هنا 12 سوري 12.9 تمام. فلازم اخلي بالي ان الحاجه الموجوده اللي عندي هنا دي محطوطه انفرتد ولا ابرايت في الريدنج نفسها، دي تهمنا جدا واحنا بنحل. بالنسبه للجراف والانترسكشن بتاعه مثلا لما يكون جايب حاجه كده جراف وبرسمه وجيت ارسم الرسمه الثانيه لقيتها هتبقى ماشيه بالعكس، عايز يعرف الانترسكشن، هكمل الستريت بتاع ده والستريت بتاع ده واشوف النقطه هنا اتقابلت فين وفين. ودايما الرياكشن خلص فين؟ عند النقطه دي، ده كده الرياكشن. ده زي الاسئله بتاعت الاسيد بيز النيوتراليزيشن، فمثلا ممكن يكون حاجه زي كده، دي الرياكشن نيوتراليزيشن بوينت بتاعتي اهي النقطه اللي اتقابلوا فيها. طيب تعالى بعد كده، طبعا في حاجه كمان عايز اقولها، ان الفاستر ريت لما كنت بمشي كده كان الاسرع من فوق،
لما يكون حاجة inversely الفاستر اللي تحت ده. ده الفاستر. تعال بعد كده بقى نروح للcollection of gases. الcollection of gases دي بنعملها ازاي؟ في عندي أربع أشكال للكولكشن. أهو. في عندي downward delivery tube و upward delivery و passing through water. وهنا collection by using gas syringe. إمتى استخدم downward delivery tube؟ لو كان الحاجة اللي بجمعها more denser than air. دي اسمها delivery tube طبعا. وهنا بجمع ده لما يكون denser than air. فيجي يقول لي ايه الميستيك اللي عندي في الرياكشن في اللي هو رسمها. لو هو جايب مثلا less denser than air الجاز اللي هجمعه ومجمعه downward delivery يبقى الميستيك اللي هنا انه مستخدم downward delivery والمفروض يستخدم upward. يبقى دي بنستخدمها في حاله لما يكون عندي denser than air. وبستخدم upward delivery لما يكون lighter than air. وبعمل له passing through water لما يكون الحاجه اللي عندي insoluble in water ما ينفعش تكون soluble في الووتر واعمل له passing through water. وطبعا قلنا gas range ده عشان اقيس الفوليوم ويبقى يكون accurate. طيب بعد كده electrolysis. في electrolysis لازم اعرف مين لكل واحد اللي هيروح للانود والكاثود. فهنكتب بس الكيسز من غير الانيك equation بقى مش هنحتاج انيك equation في paper 6. فنقول revision سريع اللي احنا محتاجينه ونقول application بتاعه electrolysis. اول حاجه في electrolysis قلنا لو كنت بتكلم على الحاجه اللي عندي molten ولا aqueous وكانت aqueous concentrate ولا diluted. فاول كيس لو كانت الحاجه اللي عندي molten زي مثلا NaCl كل اللي انا بعمله في الوقت ده ان انا بكتب الاول positive والثاني negative. البوزيتيف يروح للنيجاتيف والنيجاتيف يروح للبوزيتيف. الانود وبيحصل له oxidation وهنا الكاثود بيحصل reduction فيتكون هنا مين كلورين جاز ويتكون هنا مين صوديوم اتوم. واي molten الالكترولايت بتاعه قلنا used up. طيب تاني حاجة لو كنت بتكلم على حاجة aqueous concentrated واتفقنا ان عندي الالكترود اهو اللي بيطلع عليه الالكترود لازم يكون حاجة من اتنين يا اما less active metal يا اما gas واللي ما يطلعش يا اما active metal او radical زي الكربونات والسلفيت والهيدروكسيد الحاجات دي. فبالرياكتيفيتي سيريس قلنا من ال K لحد ال AL هنستخدم طريقة ومن الزد N لحد الآخر زي CU أو ال AG أو ال AU نستخدم طريقة تانية. فقلت مثلا لو بقول NaCl هنا بس أكويس بقى في الوقت ده قلت أكتب الووتر HOH وال NA هي اللي تاخد ال OH ده الإلكترولايت NaOH ويفضل معايا ال H وال CL البوستيف والنيجيتيف. البوستيف يروح للنيجيتيف والنيجيتيف يروح للبوستيف يتكون هنا الكلورين والهيدروجين ويبقى الالكترولايت اكويس صوديوم هيدروكسيد. طيب لو في حاله مثلا ZnSO4 الووتر هنا نكتبها H2 وO ال H2 هو اللي ياخد ال SO4 ويبقى الالكترولايت في الوقت ده H2SO4 ويفضل معايا ال Zn والO. البوستيف يروح للنيجيتيف والنيجيتيف يروح للبوستيف هيتكون هنا الاكسون ويتكون هنا Zn. طيب في حاله سبيشال كيس زي مثلا CuCl2 اكويس الاثنين less active وجاز يعني الاثنين ينفعوا يبقى في الوقت ده كاني مش شايف الووتر ال H2O كاني مش شايفها. في الوقت ده ال H2O هي هتبقى الالكترولايت ويتحول هنا البوزيتيف والنيجيتيف. بص يروح النيجيتيف والنيجيتيف يروح البوزيتيف يتكون هنا الكلورين ويتكون هنا كبر. ودي برده زي HCl اكويس برده كاني مش شايف الووتر يبقى الووتر برده هنا الالكترولايت ويتكون عندي الهيدروجين والكلورين. طيب في حاله لو كانت الحاجه اللي عندي diluted زي NaCl diluted او H2SO4 diluted اي حاجه diluted كاني بفكك الووتر هيتكون الاكسجين والهيدروجين ويبقى عندي ال NaCl او H2SO4 more concentrated as electrolyte. وتتكلم حاجه ان المولتن او الاكويس الاكويس خلاص بيوصل بيعمل كوندكت الكتريستي وهو اكويس عشان عنده فري موفينج ايونز مفيش مشكله. المولتن طول ما النار شغاله البنزين بيرنر او الكاندل او الاوفن اني ثينج اللي انت حاطط بتسخن فيها يفضل شغال الالكتروسيس ويحصل كوندكت الكتريستي.
اول ما يحصل ان انت تفصل الفاير ويحصل له كولينج في الوقت ده البالب تيرنز اوف. ايه الاوبزرفيشن اللي انا بشوفها؟ بلاحظ ان طبعا في بابلز اوف جازز، وبلاحظ ان في عندي بالب لايتس ده لما يكون حاجه بتوصل. طب اول ما عملت كولينج في الوقت ده البالب تيرنز اوف. طيب في الابلكيشنز بقى بتاعت الالكتروسز، مهمه جدا الابلكيشنز. قلت عندي هنا الكتروبليتنج، وهنا اسئله بقى الالكتروسز في الجزء ده مختلف كتير عن الاسئله اللي كانت موجوده في بيبر 4. فاول حاجه بيجي يسالني مثلا ان انا ازاي اعمل الكتروسز، وساعات بيطلب مني الاكسبيرمنت كامله ان انا اعملها كامله. ده الانود هنا الكاثود، هستخدم مثلا هنا لو كان هو حسب اللي بيقول عليه الماتيريال اللي هطلب بيها اللي اعمل بيها بليتنج سيلفر مثلا، وهنا ده الرينج اللي كانت موجود، وهنا اكويس سيلفر نيتريت. وما انساش ان هنا لازم يكون اكويس، يعني لازم الحاجه اللي بتعامل معاها تكون اكويس. طيب ايه اللي بيحصل عندي هنا؟ ان انا بعمل كلين الاول الرينج اللي عندي، وبعمل لها كلين ليه تو الاو ماتيريال تو ستيك اون ات، وبعد كده ابدا اعمل كونكت للرينج ويز كاثود والسيلفر الكترودز ويز انود. بعد كده طبعا لازم تكون كومبليتلي اميرسد الحاجه اللي انا حاططها، واستخدم اكوا سيلفر نيتريت از الكترولايت، واعمل كونكت للسيركت. طبعا اثناء ما انا بعمل الكتروسز او الكتروبليتنج لازم في الوقت ده اعمل روتيشن، فايدة الروتيشن اللي انا هعملها فور يونيفورم بليتنج، وبعد كده باخد الحاجه اللي عندي دي اعملها دراين. المفروض لما اخد الحاجه اللي انا عملت لها بليتنج، معنى كلمه الكتروبليتنج فورميشن اوف ا ثين لاير ات ذا سيرفيس اوف ذا اذر ميتال، فايدته ايه الالكتروبليتنج؟ عشان يخليه لوكس مور اتراكتيف وبريفنت راستنج اند كروجن. فما استخدمش الحاجه اللي انا عندي ديت فريكوينتلي. ليه ما استخدمهاش فريكوينتلي؟ عشان ما اضطرش اعمل ويل نيد ريكوتينج. يبقى انا هنا الاسئله اللي بسال مثلا فيها ان في الاول خالص ليه عملت كلين للرينج تو الاو ماتيريال تو ستيك اون ات؟ ليه بعملها روتيشن فور يونيفورم بليتنج؟ ليه ما استخدمهاش فريكوينتلي؟ عشان ويل نيد ريكوتينج. فايده الالكتروبليتنج اصلا ايه؟ looks more attractive for vent rusting and corrosion. طيب دي حاجة. الحاجة التانية بتاعت الـ purifications، المفروض لما كنا بنتكلم على الـ pure والـ impure copper، فقلنا الـ impure copper هو الموصله بالأنود، والـ pure copper هو اللي هنوصله بالكاثود، ونوصل ده في aqueous copper sulfate. وفي الوقت ده بقول له ان انا بعمل كونكت للبيور كابر ويز انود والبيور ويز كاثود والالكترولايت اكويس كابر سلفيت. وبنلاحظ ان بيحصل في الوقت ده ان الكل الامبيور كابر بيتحول لثلاث اشكال. الكابر بيروح للكابر، والسلب الامبيورتيز بيحصل لها ديزولف، والانسلب الامبيورتيز بيحصل لها بريسبتيت داون. دي بالنسبه برضو عندي للابلكيشنز في الالكتروس. طيب في عندنا بعد كده بالنسبه لسؤال الاسيد بيز والميكنج سولتس بنعملهم ازاي، ده برضو من الاسئله اللي دايما بسال فيها جدا، ان انا ازاي ميكنج سولتس. في عندنا الثلاث طرق اللي هو ميكنج سولتس. نشوف مع بعض ازاي بنعمل ميكنج سولتس. في عندي ثلاث طرق، طريقة الإكسس والتيتريشن والبريسبتيشن. أهم حاجة في كل طريقة إن أنا أكون عارف في الطريقة اللي أنا هستخدمها إمتى أستخدم كل طريقة. إزاي؟ يعني مثلا أنا عندي طريقة الإكسس، إمتى أستخدمها؟ لما يكون الأسيد أكويس والبيس سوليد، ميتل، ميتل أوكسايد، ميتل هيدروكسايد، ميتل كربونيت، كل ده لازم يكون سوليد أهو. لما اجي ابص هنا اهو الاسيد اكويس والحاجه اللي عندي هنا سوليد، البيس سوليد، يبقى كان هنا الاصل اسيد اكويس والحاجه الثانيه بيس سوليد. ده الاصل بالنسبه لي. طب هعرف منين البيز اللي عندي ده سوليد؟ يا اما يكون هو جايب لي حاجه وبيقول لي ان هي اصلا ان هي سوليد، او ان هي انسربل ان ووتر، او يكون جايب لي ان هي ترانزيشن. يعني مثلا جايب لي كابر اوكسايد، كابر كربونيت، اي حاجه زي كده. فطريقه الاكسس يبقى دي لازم يكون فيها
او نيوتراليزيشن يكون عندي الاسيد اكويس والبيس سوليد. طريقه التايتريشن الاسيد والالكلي، وحتى انا ما قلتش هنا كلمه بيز، انا قلت هنا بيز، هنا بقول الكلي لان الالكلي صلب البيز، يكونوا الاثنين اكويس. ودايما هلاقي اللي هنا جروب 1، لكن دايما هلاقي اللي هنا ده ترانزيشن. طيب بالنسبه للبريسيبتيشن ميثود بيستخدم تو سوليبل سولتس يضيفهم على بعض، وبعد كده الاثنين لما يضيفوا مع بعض يطلعوا لي بعد كده سوليبل سولت وانسوليبل سولت، هيطلعوا اثنين. يعني هو هيضيف اثنين بيدوبوا مع بعض وهيطلعوا بعد كده واحد بيدوب وواحد ما بيدوبش. لو هو محتاج بعد كده السوليبل سولت هنعمل له كريستاليزيشن، لو محتاج الانسوليبل هنعمل ووش ودراي. طيب تعالوا نشوف مع بعض كل طريقه. اول طريقه اللي هي عندي هنا ايه، طريقه الاكسس او النيوتراليزيشن. بعمل ايه؟ باجي في الاول هنا بجيب الاسيد اعمل له هيتنج، بعمل هيتنج للاسيد تو سبيد اب ذا رياكشن. بعد كده انقل الميتال اوكسايد اللي عندي، سواء ميتال او ميتال اوكسايد او ميتال هيدروكسايد او ميتال كربونيت. بس طبعا انا هقول لكم الفرق امتى استخدم، يعني هنا دايما في الطريقه دي بنسخن الاسيد اللي عندي في حاله لو كنا مستخدمين ميتال اوكسايد او هيدروكسايد، لكن لو كان مستخدم ميتال او ميتال كربونيت ما بنسخنش. طب ليه ما بنسخنش؟ لان لو استخدم ميتال بس أو ولازم يكون الميتال ده اكتف ميتال، يعني اكتف على الهيدروجين، لان لو كبر مش هيعمل رياكشن. فمستخدم اكتف ميتال او ميتال كربونيت ده هيطلع هيدروجين جاز وده هيطلع كربون دايكسيد جاز، معنى انه هيطلع جاز بمعنى اصح، يبقى ده اكزوثيرميك رياكشن. فيجي يسالني مثلا لو هو بدل الاكسبيرمنت اللي قدامي دي بدل ما هو مستخدم كبر اوكسايد استخدم مثلا اكتف ميتال، ما يكونش كبر بقى، اكتف ميتال زي مغنيزيوم او ميتال كربونيت انستيد اوف ميتال اوكسايد او هيدروكسايد، ايه الديفرنس؟ هقول له حاجتين، نو نيد تو ورم ذا ميكشر، مش هتضطر تسخن في وقت زي ده، ورياكشن ستوبد وين جاز ستوبد. يبقى حاجتين هيحصلوا معايا، نو نيد تو ورم ذا ميكشر ورياكشن ستوبد وين جاز ستوبد. طيب انا دلوقتي لو مستخدم الميتال اوكسايد ابدا انقل الميتال اوكسايد ده بالسباتولا، يجي يقول لي عملت ترانسفيرنج للكبر اوكسايد بايه؟ اقول له بالسباتولا. بعد كده اعمل ستيرنج، طب عملت الستيرنج بايه؟ كل الاسئله دي بقى بنركز فيها هنا كبيبر 6. يعني كبيبر 4 انا شرحت الثلاث طرق دول، بس ما كنتش بتطرق قوي للاسئله اللي فيهم، لان الاسئله اللي فيهم دي بيبر 6. فاحنا عندنا هيجي يسالني بقى انت سخنت الاسيد ليه؟ تو سبيد اب ذا رياكشن. طب نقلت الميتال اوكسايد بايه؟ بالسباتولا. بعد كده الستيرنج كان بايه عندي؟ بالجلاس رود. طب ليه ما قلبتش بالسباتولا؟ نوت تو رياكت. بعد كده ابدا اعمل ادنج انتل اكسس. معنى كلمه اكسس يعني ايه؟ واتس مين باي اكسس؟ مور ذان انف تو رياكت. هاو كان يو نو ذات اكسس؟ سوليد ابيرز داون، وما اقدرش اقول بريسيبتيت. ممكن اقول نو مور سوليد ديزولف، ينفع. وينفع اقول سوليد ابيرز داون. بعد كده بعد ما ضفنا الحاجه هنا وكانت باكسس، طب ليه بنضيف باكسس؟ واي يو ادنج ان اكسس؟ تو ميك شور ذات اول اسيد رياكتد. بعد كده نعمل فلتريشن تو ريموف الاكسس. بعد كده نعمل كريستاليزيشن هيت كول فلتر دراي، الهيتنج لحد الكريستاليزيشن بوينت. قلنا نعرف ان احنا وصلنا للكريستاليزيشن بوينت، هاو كان يو نو ذات كريستاليزيشن بوينت هاد بين ريتشد او ميكسينج ويز جلاس رود كريستالز فورمد. بعد كده الاو تو كول ذا فلتر اند ذن دراي، الدراينج الاخير قلنا بتوين تو فلتر بيبرز تو بريفنت ميلتنج اوف ذا كريستالز. طيب ده الجزء الاولاني من طريقه الاكسس. في بعد كده عندي الطريقه الثانيه اللي هي طريقه التايتريشن. في طريقه التايتريشن لازم يكون الاسيد والالكلي الاثنين سالبل، وقلنا ده دايما نشوفها زي جروب 1. فهنا مثلا لو هعمل رياكشن زي ده، زي صوديوم هيدروكسيد مع سلفوريك اسيد مثلا، بنيجي اول حاجه نعمل فيلنج للبيرات ويز اسيد، وبعدين ناخد نون فوليوم اوف الكلي نضيفه تحت عندي هنا، ناخد بالبيبات نون فوليوم اوف الكلي مثلا زي 20 سنتيمتر كيوب ده اهو، ونضيفهم هنا في الكونيكال فلاسك اللي عندي. وبعدين نضيف انديكيتور تحت على الالكلي، الانديكيتور اللي عندي هيبقى مثال اورنج او فينيل فيثالين حسب اللي انت عايز تستخدمه استخدمه، بس بشرط تكتب اللون اللي انت هتقول عليه. يعني مثلا انا استخدمت مثال اورنج، اقول له until the color change from yellow to orange. لو استخدمت فينول فيثالين until the color change from pink to colorless،
يعني انت الانديكيتور اللي انت تستخدمه انت حر طالما ان هو ما حددش. يعني اما قلت مثلا مثال اورنج وفي الوقت ده الكالر تشينج فروم يلو تو اورنج، او استخدمت فينول فيتالين والكالر تشينج في الوقت ده من بينك تو كالرلس. طيب يبقى انا هنا ضفت فوق الاسيد اهو، وتحت هنا ضفت الالكلي، وضفت عليه كمان الانديكيتر. فلما ضفنا خلاص ابدا بقى اعمل دروبنج من الاسيد على الالكلي انتل ذا كالر تشينج. كنت بقى مستخدم مثال اورنج اقول له انتل ذا كالر تشينج فروم يلو تو اورنج، كنت بستخدم فينول فيتالين اقول له انتل ذا كالر تشينج فروم بينك تو كالرلس، وبعدين بعد كده اعمل ريبيت ويزاوت انديكيتر. طب انت استخدمت اصلا انديكيتور ليه؟ تو انديكيت ذا اندنج بوينت. طب ليه انت بتعيده ويزاوت انديكيتر؟ تو اوبتين بيور كريستلز. بعد كده نعمل كريستلايزيشن. طب الكريستلايزيشن الاخير ده نعمله ازاي؟ نفس الفكره اللي احنا عملناها هيت كول فلتر دراي. لو هو عاوز سولوشن بس خلاص يبقى نعمل لحد ريبيت اكسبيرمنت ويزاوت انديكيتر لو كان عايزه اكويس سولوشن، لكن لو عاوزه كريستال هنكمل بالكريستلايزيشن. طيب في بعد كده عندنا الطريقه الثالثه. طبعا هنا في نوتس انا كاتبها لكم اهي، instead of using charcoal to remove phenolphthalein you can use the experiment but without using phenolphthalein this time. طيب الطريقه الثالثه بقى اللي عندي اللي هي ايه؟ اللي هي البريسبتيشن ميثود. في البريسبتيشن بيكون مستخدم two soluble salts وبعد كده يضيفهم على بعض وبعد كده نعمل ستيرنج وفلتريشن. هنا كان اكويس اهو سولت وهنا سولت والاثنين اكويس، بعمل لهم ادينج الاثنين ميكسينج توجذر ادينج ووتر وستيرنج وفلتريشن. اول ما اعمل فلتريشن حسب اللي انت محتاجه بقى، محتاج فلتريت ولا ريزديو؟ اللي تحت ده كان الفلتريت، هنعمل له ايه؟ كريستلايزيشن لو كان محتاج الفلتريت. واللي فوق اللي هنا ده ده الريزديو، هنعمل له ايه؟ ووش ودراي. يبقى على حسب اللي هو عاوزه بعد كده. يبقى هنا هاخد التو سولبل سولتس اللي عندي لو كان جايبهم مع شكل سوليد اعمل لهم ميكسنج وادينج ووتر وستيرنج وفلتريشن. بعد كده اشوف بقى محتاج الفلتريت ولا ريزديو. لو عايز الاكويس ده اهو هعمل بعد كده كريستلايزيشن للفلتريت، لكن لو كان محتاج السوليد اللي عندي ده اهو اعمل له ووش وستيلد ووتر زين دراي. ده according to السولت اللي هو طالبه السالبل ولا الانسالبل. دي كده الثلاث طرق اوف ميكينج سولتس. تعالوا بعد كده نروح لحاجه ثانيه. في عندنا بعد كده سؤال انفستيجيت. انفستيجيت اللي هو اخر سؤال في الامتحان. بيجي يسال على بعض حاجات اكسبيرمنت وعايزني اكتب عنها. الانفستيجيت ده بنكتب فيه ايه؟ لما يجيلي مثلا في الامتحان